أنا يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا الكرمل وبنانا، يا صباح الخير يلي معانا. يا صباح الخير اللي معانا اللي معاكم. شو اسمه؟ نذهب لكي نجهز وجبة الإفطار. أوكي. ورجيم لا يا اخوان. شو اسمه؟ بيض مسلوق، خضار بس. اللي معانا اللي معانا كرمل وبنا. صباح الخير، ازيك مهندس؟ مستاجر هنا. طيب الحساب عندك؟ على خشمي حسب الحين ولا بعد ما نخلص؟ على خشمي. كم؟ 80. الواحد 80؟ لا 82. مين الثاني؟ صح 300. هذا ما اعرف مين هذا. لا لا، اخوي اخوي اخوي. اصلا هو من نظرة مش عارف. الله يقطع ابليسك، عن وعبد بدي تسوى يا اخواني؟ عون وقد جهز الفطور وجهز التبوله وجهز الدنيا. يا سلام يا ابو علي، ابو علي وين جبنا الحامضه؟ ما جبتها. اهضر عبد الله، كلكم تتمنون ان عندكم اخو زي عبد الله اخويا، صح؟ كلكم تتمنون، اقسم بيات الله اني ما قلت تسوي اي حاجه سواها زي كذا. شوف كيف الادب يا اخواني، كيف احنا نحب بعض. ما شاء الله تبارك الله. الله، عبد الله اخوك. ايوه عبد الله اخوي، من احسن اخواني. جود مورنينج، جود نايت. عبد الله جبنا حامضه، ودك جبنا حامضه. جبنا فقد شو اسمه الرعيه بشو من راح عياله المدارس. من نوع اذا كلم يمشي،
صباح الخير. اوف صرنا نستحي وي. طيب تعال افطر. جبنا حمى تبغى ولا ما تبغى؟ لا بس روح افطر بس. بس صباح الخير. صاروا يستحون الناس. كلهم بيتغير. لا سعد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه معلش يا اخواني دوختكم العصا. لا 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 بواسير. تسلم. انت جبت قهوه؟ انا هذا لا لا ما ابغى والله. ايه والله شيء ولا حاجه. انا اجيب لا بدعك بس استحي تجيب خبز انا موجود. الله يسعدكم تسلموا. على الاقل انت تخفف وجدت معها صحه. عاد حطها على الطاوله. ايوه يا اخواني ايش عندكم علوم؟ ايش عندكم مبيعات شريات شيء جديد؟ اخوك التكيت مر بينطق تخرج مع جنوب اتكيت ولا ما شاء الله تبارك الله. لا كلهم ترى اخواني كلهم العائله زكي. ابد 24 ساعه نحش فيك. طيب لو قلت مدكم الله ليه سامحكم لكل شخص تكلم في ظهري وسبني يرضيكم الشيء ذا؟ ليش يا اخواني ليش؟ عادي ربي غفور رحيم ورد ربي شديد العقاب زاد. ليه تسوون كذي؟ ها زبطوا الموقع عشان اسامحكم تصرف. هذاك انت صحبني حجيته يكرم عانا الزلاته ويكرم عانا يلا وانا اقول لك ابدا احترم بعد ناسي والله اني احب كذا اذا حتصورني بحطه بالله يا عبد الله امانه وش على الصوت يا دقيقه بقى في شيء اللي في خاطري والله ما اطلع من اي شيء بس صوتيات. اشوف عندك سناب ثاني؟ لا 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 يعني زي كذا شوف شوف ايوه مثلا واحد صورت معي نعم كذا
ايه يا اخي تخلي الواحد شدي لو انه رخمه تخلي شديع ورجال لا اله الا الله لو انه ايش ما تلاحظوا صح يعني انت رخم والله يا اخوك انا مو بنا اللي ترفع عني الشلات انا ما يرفع عني لفعولي وعلومي الغانمه جعلني في دلك منتزيات اه حس خوك 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 من لحمك ودمك اي والله والله اني معدلي نفسا في الفطور الله الله يديمها عسى الله في حق هذا اليوم من الله يديم هذه النعمه علينا وعليكم الله يديمها علينا وعليكم ان شاء الله ولا يحرمنا منها حق هذا اليوم وطلبت هذا اليوم يا اخوي شفت القهوة القهوة شوف القهوة يا اخنا ما يروق براسي ولا يروق بي للقهوة يا ابو علي من يوم ولدت حتى يوم خرجت اكل يوم ولدتني امي قلت اما لو سمحتي كول دو اي قلت ما عاد كول دبرو الله يفك بسرعه كول دبرو اسمع علومك انت كيف امورك كيف الولعان الصغار راحوا مدرسة كلهم ما شاء الله رياضة مثلك الله يرحم ابوك رفيف سادس ولا خامس رابع هذا باقي غريده الله يصلحها ونعمها ان شاء الله وعلي الله يصلحها ان شاء الله روضه روضه ايش الروضه يا عبد الله لا لا اما والله ما ادخل اول سيده تمتيت وش اللي صفر؟ هو جاء من الاسعار صفر جاء يصفر وراء وش لي صفر وش والله ما علي بالله يا عبد الله ليه لكن ليه سكتها على ابويا تقول ما ابويا انا ما حد ابغى ادرس انا اشوف الكتاب ابيض تذكر ها زمان مدرسه ما جيت يعني ما عليك من دي يعني عبد الله خلاص هذا كره للدراسه تدرون يا اخواني اقسم بيت الله اليوم جات هذا المتوسط وتمعي راح للمدير كيف سيدي السلام عليكم قال عليكم السلام قال اعطني ملفي قال ايش؟ قال اعطني ملفي قال لي قال ما عاد ابغى ادرس افصل يا بالله شو مدق على ابوي المدير حضر يا ابوي ايش مالك يا عبد الله؟ مالك؟ قال ماذا ايش اسمه انا ما عاد ابغى ادرس وانا اشوف كتاب ابيض من ذا الكلام جاء ظني المدير ما ادري ايوه ظن ايوه ايوه بس اعطاك اجازه ظني كذا قال ريح اسبوع يمكن يا رب الله اي قال خذ اسبوع يرتاح رب الله ها بحصل حمل عند الله اعطاني اي اكيد ما يعطيك كذا لين يجي ولي امرك الزبده الولع ما عاد في طب يا حرام ما عاد في طب فعود خرج قال عبد الله ما تبغى مدرسه قال لها اخش المعهد
الله يسي يا عبد الله، الله يسي والله كنت فنان. حتى نذح وراك ما كمان ما باول البيع الله يرحم ابوك. ترى في ناس كثيرين من قهري من النظارة هذه، لو تدري كم سعرها تنجح. انا علي ما علي من سعرها، علي من شكلها. عناقة شياكة برستيج ما درس. لا بس كم دحين ثانوية؟ كم الثانوية دحين؟ خلصتها ما شاء الله. درسها منازل صح؟ منازل ودحين ادرس اول جامعة. ايه انا ملعوب. ما افطرت ابو علي؟ ما افطرت. شوفتهم متكفي كني افطرت مربى حركات العسل. هاي جواك في واحد دقري. الصوت واضح. جاء ثبت ثبت يا شيخ في الجوال حق الدق علي وانا في الجوال. الله يطول عمرك. ايوه اسمع عبد الله، اسمع انا اخوك ايش الصغير صح؟ انا اخوك الصغير، انت اكبر اخواني صح ولا لا؟ يا سلام عليك. أباك تعطيني نصيحة لي ولعمري أخذ بها لين أعلم بها ورعاني. ها؟ إيش؟ إيش تقول؟ عطني نصيحة لي ولعمري صدق. كله هنا مثل أخوانك الصغار وكل حاجة. عطنا طول العمر السلامة. إيش اسمه؟ نصيحة. بما أنك طول العمر السلامة عصرت حياتي قبلنا ورحت قبلنا وجيت قبلنا. النصيحة يا أبو علي. أول ما تبدأ في حياتك زي السيارة دالحين، السيارة دالحين تبغى تخليها تسير كيف تسير؟ أبغى أخليها إيش؟ تبغى تمشي. طيب كيف أسوي؟ مفتاح. لها مفتاح. وشو مفتاح؟ يشغل السيارة. والسيارة إيش تسوي؟ تمشي. تمشي. يا سلام. مفتاح حياتك يا أبو علي. نيو. الصوت. يا سلام عليك. يا سلام. والله أنا منزل البيضة. استمتع بالكلام، الكلام حقيقي ضل. يا سلام. الصلاة. الصلاة يا أبو علي مفتاح السعادة، مفتاح كل شيء، مفتاح الراحة، أي حاجة تخطر في بالك الصلاة، حتى أول من ينشك عنها وفي قبرك إيش؟ إيش؟ الصلاة. الصلاة. بعدها تبدأ حياتك. إذا صليت تبدأ حياتك. ما صليت. يجيك الرزق، يجيك السعادة. كل شيء، كل شيء. إي والله. إي والله. الصلاة. خلق من ذهب أقسم بالله. الله يسلمك. يا اخي ما شاء الله المفروض توصيني بالكلام هذا، ان الكلام هذا كله درسته في المدرسه. الصلاه اللي بينك وبين الله هي الصلاه. فمن تركها فقد كفر. ناس ما صلوا والله ما قهوه. ابا انشدك الشيخ. نعم. الله يرحم ابوك. انت ولد علي سعد بن ضافي. ونعم 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 ونعم. هذا شيء طول عمر السلامه يا ابو علي، الغيبه والنميمه. يا سلام. الغيبة وإيش؟ والنميمة. يا سلام عليك. يعني مثلا كنت تسولف في واحد ظهر واحد. أيوة. ولا تسبه ولا تقول له. أيوة. أيوة. أنت عارف الكلام هذا. إيه. وتجي عند واحد ثاني تقول يا رجال الرجال هذا ما في 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 ما تصلح. صح. هذه يسمونها غيبة إيش؟ ونميمة. نميمة. هذا شيء أبو علي يسمونها شمات شمت. تقول شوف الرجال ذا ما تصلح. صح. ايه هم هم اكبر زوده هم انت الرجع. ايوه ايوه يا سلام. يعني في ام واوصيهم طال عمرك. نعم صلاة. الله رجعنا من يقومون الدراسه. نعم. وفيش الدراسه ترى زين. اي والله كمل دراسه ودرس شرك ترى شيء صح حاجه صح.
وراك 55,000 من الغنم والبهم. صح؟ لا. صح؟ وكل شيء قدوم متوفر لك. كل شيء. يا سلام. الله أكبر. عون. هم رايك بيلعبوا بدنية. بدنية. ما عندي بدنية. والله بدنية يا أخو كمان هم يلعبونها شوفوا. الله 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 الله. سقع. يا سلام. يا سلام. النصايح والله انا صادق يا اخوان، الواحد يصلي صلاه الله ويقرب لله سبحانه وتعالى بجميع اموره. والله الذي لا اله الا انا ما تركح. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اعرفهم انا. صلي يا اخوي اضرب شغلات كلابك. اشهد اشهد بالله. انا مره حصلت علي انا موقف أذن المدة. ايوه. يعني خلاص بدي بيقوم الصلاة، السيارة ما اشتغلت. سويت؟ سويت. صليت، كبيت السيارة وصليت. يوم جيت أبرد السيارة إذا بردت. تشتغل. ايوه، ارتفعت حرارتها. ايه، أصلي واجهة العمر السلام، نسيت من السيارة أنها ما شغلها. ما شاء الله تبارك الله. يوم دور السعادة هي. يا أخي من هو اللي شو اسمه؟ اللي كان يضرب بلا شو اسمه بالذهب في يوم سمع الاذان وقف المطرقه من الذهب شو اسمه يضرب بالذهب ظني من يضرب تكفون جيبوا خي تعلمني امي بها اي والله ما اعلم بس شيء زي كذا يوم سمع الاداء وقف شغله وراح صلى نعم عليكم زيت الزيتون هم؟ ترى حلو مفيد جيب لي شاي كيف؟ جيب لي شاي قوم قوم سم؟ روح جيب لي شاي شاهي شاهي تعرف الشاهي؟ شاهي شاهي ابغى شاهي جيب شاي تعال سكر كب شاي كوب بالله حطوا ايديكم هنا شويه بالله يا اخوان من السكر ما راح يكفي يا الله انت عيني مستح يا ربي صح عان واتون الله يسعدك اوامر ثاني
تاخذ عسل؟ هات الخبز، جيب الخبز، شوف الخبز عندك. الله يسامحك، كيف تاخذ عسل مسوس حامي هنا وكنت مد ايدك والشيء هذا موجود؟ تفضل. بالعافية. انت ما قلت لي في عسل، انتبه. عسل اصلي ترى. أهبكم عسل في الزات تسبوني زط. لا إله إلا الله يا إخواني، لا إله إلا الله. أمدحكم وهبكم عسل وهبكم إيش ولد؟ ما في سكر هنا أبد. فين زاد تكثر؟ شو اسمه؟ من اللي منكم يا اخواني شو اسمه؟ من رجال الماء؟ بالله من؟ في احد من رجال الماء؟ انا. كيف الاجواء عندكم يا الربع؟ يقول هذا رجال المع يقول في اجواء هناك ومبسط واشياء كارثه كارثه كارثه. ها؟ ايه وانت رحت رجال المع كيف؟ رجال المع طال عمرك فيها ثلاث اصناف. اول شيء الاجواء على هو ولا ايش؟ ثلاث اصناف، انا اتكلم انا صح. اسلم. جينا وعرف. ايوه. فيه كوخ العسل. يا سلام. اللي اسمه كوخ العسل. كوخ العسل ايوه. وفي محل يسمونه محل الشلالات. دي يا ابو علي قد معنا جني جاكو دي بالشمال. ايش فيه يا اسلم؟ كوخ العسل. ويش كوخ العسل؟ أيوة. هذا محل خرافي صراحه. في محل ثاني طال عمرك يسمونها شلالات. الشلالات. شلالات حسوه. شلالات حسوه يا سلام. في طال عمرك المحل الثالث طال عمرك يسمونه التراثيه. التراثيه. مطل التراثيه. مطل التراثيه. حق وش محل التراثيه؟ تراث وكذا. بيوت شعبيه وكذا. بيوت شعبيه. ايه. واجواء. وكوخ العسل ذا كوخ ايش؟ في عسل؟ عسل وفيه لا لا كافيهات بس انه كوخ كان زمان يسمونه كوخ العسل. ايه والثاني وشو؟ الحوسيه. لا ايش اسمه؟ الحوسيه. الحوسيه. شلالات ايش؟ شلالات ايش؟ شلالات حسوه. شلالات حسوه. باذن الله والله اني ابغى اروح لها والله. والله جيت انا والله. والله امطار. والله اني ابغى اروح لها اقسم بالله. اي ما ادري يعني هو جفل بنا ولا ايش اسمه في الاجواء وذي. شوف هذه الجنادريه شوف. يا سلام. السلام عليكم. الله يطول عمرك. مرحبا بس يا خالد. الله ازيك؟ الحمد لله يا ربي. تستاهل الحمد. تستاهل الحمد والف حمد وشكر. الله اللهم لك الحمد. علومس كويسين الحمد لله. امور زينه يا خالد. الحمد لله كويسين. الحمد لله. الحمد لله. ربنا خمسه يجون عشان الدبل. ربنا يبارك لك ويسعد قلبك. ودي ورعس تبص ايه ذي ورعس جنبس. لا انا محمد انا. تي امك؟ لا ست. كيف؟ ستي ست. هي انا حفيدها. حفيدي. ايه جدته. ايوه جده. يا سلام. طب شو صاير؟ الله الله يطول عمرك. كيف حالك؟ سمي. الله يخليك. كويس الحمد لله. على ذوقك واخلاقك.
عندي جدة ربنا يبارك لك. اسمها جدي آه. آه ربنا يخليها. الله يخليها. ربنا يخليها يا رب. ويطول لها بعمرها. يطول لها يطول في عمرها لكم. الله يبارك فيك. الله امين. طب شو شعور نفسنا نوصل ل 4000 متابع؟ الحمد لله والله الحمد لله. الحمد لله. ربنا يسعد قلبك يا ابني. احنا هنبقى مشهورين النهارده اللي احنا طلعنا معاكم بقى. الله يسعدكم. ايه الشرف انا والله. واحنا لنا الشرف والله. الوجه الجميل اللي بيضحك ده. اه والله. ربنا يبارك لك. اللهم امين. كل الناس تحبك وتعزك. الله يعزز عند الله. تعيش يا ابني تعيش. وانت زاد تعيش. ربنا يخليك يا رب. اللهم امين. ربنا يخليك. اللهم امين. ويبارك فيك يا رب. ويبارك في سنتي يا خاله ويطول عمرك. يا محمد كيف حالك؟ كويس الحمد لله والله. طول ما انت بخير انا بخير. يا سلام. ايه اظهر وجهك شويه اشوف عشان الشحن. ايه ما في مشكله. خلاص واني انا على الزيت ابدل الجوال. هي ما تعبل الجوال تي ولا تعدل الجولات. عسى ربي ينشفك في حق هذا اللي نورتيني. الله ينور اياك. انت من خلاص ربنا فيك يا رب. اي والله سبحان الله يا خالد. سبحان الله خف عقاد هذا البر. الله يطول عمرك. تعيش يا ابني تعيش. ربنا يبارك لك يا رب. ذوقك واخلاقك الجميله دي ربنا يبارك لك. اي والله اي والله على ذوقك واخلاقك واللطافه الجميله اللي فيك. الله يلطف ايامه. سوي رعداء مكسور حظ من عسم صلاه الضحى ولزت الجوا. وانت والله ما تعرفين الامور. الله يطول عمركم ويسر اموركم ان شاء الله. تعيش يا ابني تعيش تعيش. الله يعيش. كبسوا شعور نفسنا نوصل 5000 متابع. الحمد لله الحمد لله. كبسوا منهم متابع. الحمد لله الحمد لله. يا رب الكل يحبك. يا رب الكل يحبك ويعزك. اللهم ويطول عمرك. محمد صف كم تدرس؟ في ثانية ثانوي بس لسه مدارس ما بدأتش. ما اجو في ذمك الثاني ثانوي؟ دخل ثانية ثانوي اهو. ما شاء الله ما شاء الله. طيب وايش؟ بس على الجسم. وانتم في ضعيف جسمه ضعيف. ايش جسمه ضعيف؟ اه جسمه ضعيف صغير صغير. ايه القوة في القلب. اتقلق يا حمودي. الله هاي. طيب يا خالة كيف الورع ذا مع محمد ذا؟ كيف مع الشاطر فنان يسمع لس؟ تقول لي كان لنا شاطر يعني كويس معاكي؟ كويس الحمد لله. ولا بيشرب سجاير ولا بيمشي مع العيال الوشه ولا حاجه. لا ايه. كويس. اتحدى اكتب وانا بطلس اذا هو يدخن ولا ما يدخن. لا لا ما خنش ولا حطيت السيجاره في بقه. لا طيب ارحب توفيق. طيب علمسه علمسه اذا هو يدخن ولا ما يدخن. ترى عندي خبره انا. ورني وجهك كامل. فرجيني وجهك يا حمودي اشوف. قول ابوه ضعيف كده. ايه ابوه ضعيف كده. على السجاير هذا البريء مكسور حظ. لا لا طلق لي قطعه من الزفلتات. لا لا كان عامل حادثه. التدخين بيضر الصحه اصلا. كان عامل حادثه. واحد خبطه بمكنه. شوف عينه وضربها على امه. خبط طياره فوق طياره وعينه دي قعدت الدكاتره تخيط فيه. وشي كان جاب كله دم 4 ساعات ورجله فيها 7 رجله فيها مسامير. وش اللي ضربك؟ ضربك بايش؟ لا خبطت بالمكنه. كان طاير بالمكنه. خبطه بالمكنه. وش المكنه؟ انا بعدي الطريق. كنت بعدي الطريق راح خبط والمكنه كانت ماشيه طايره بقى. كان لسه صغير. طاير. كان لسه صغير. وش الماكينة؟ ماكينة ايش؟ عارف المكنة السكوتر اللي بتمشي كده. ايه صدمك. في دمك. اه والله خبط والله. وحلي عنك يا نو. يا الحمد لله يا رجال. تزي بيمشوا كده طايرين بالمكن. هنعمل ايه؟ لا ولد ايوه. فانت يا حمودي خليك دائما مع جدتك. اسمع كلام جدتك. أيه. اسمع كلام اهلك. خليك رجال شاطر. انت بمد شيل. أيه. انت سحبوا الجوالين في الشوارع ذولي. وخليك رجال والله اني صادق. ربنا يبارك. خليك رجال. لا قال ميدك واحد دخن يا حمودي. ايش تقول ميدك؟ قول لا. لا قول لهم لا. ايوه قول لا. مش معاه اصلا. ايوه الله يخليك ويبارك لك. ايوه الله يبارك لك يا ابني. كتر من امثالك الحلوه دي.
ايوه والله الله يكثر من امثالك الحلوه دي. ما انت تشال على الراس والله. حاجه عظيمه انت، الله حاجه عظيمه. الله يطول عمرك. والله اللي بينصح واحد ويقول له على حاجه حلوه يبقى يعني يستاهل هتلاقي اللي ينصحك وي... ربنا يبارك لك يا ابني، الله يبارك فيك ويكثر من امثالك. ايه الحمد لله، انا من الناس اللي يحب النصايح. ايوه شاطر جدع. ايوه ربنا دايما توصي تقول انتبه يا سعد، وانتبه تروح كذا وتروح كذا، تدخن تسوي حاجات مي بكويسه. مستحيل الدخان هذا ادخنه، مستحيل. انا عمري الحين عمرتي كم عمر يا خالد؟ ربنا يبارك لك يا ابني، الله يبارك لك. عمري الحين 29 سنه، ربنا يبارك ولا اي حاجه ابدا. 27 سنه؟ 27 سنة جدا. ولا دخلته هذه، بس هذا اخوي الكبير العمر كله. ربنا يديك طول العمر، هذا اخوي ربنا يديك، ربنا يحفظه لك يا رب ويخليك وتبقى زعيم. زعيم كده يا خال. ابغى استنصحين اخوي الكبير، اخوي الكبير دايم يدخن، ابغى استنصحينه بكلمتين، هو يسمعك الحين. بيقول لك انسحب اللي هو بيدخن عشان هو بيدخن. لا ربنا يتوب عليك منها، ربنا يتوب عليك منها يا رب. بص وش بعد، صلي كده، صلي واشكر ربنا وادهسها تحت جزمتك السجارة دي، ادهسها يا سلام. وش بعد يا ادهسها، هو التدخين بيضر الصحة ويندف في الاخر. اتغلب على الشيطان بتاعها ده وادهسها تحت رجليه، ادهسها تحت رجولك يا عبد الله الدخان هذا. يا سلام ادهسها مرة ثانية، يا سلام خلاص ادهسها يا خالد. بيخبط في الارض وخلاص. لا ادهسها، خليك اقوى منها. اي والله انت تبقى اقوى من الشر ده، صح؟ دي شر. اي والله الدخان ده شر. اي والله شر شر. ربنا يتوب عليكم منه يا رب، يتوب عليكم منه، وان شاء الله محمد اجعلها توبه نصوحه يا رب. يا رب اجعلها توبه نصيحه يا رب باذن الله، يتوب عليك منه من اي حاجه وحشه، يسعد قلبك. امين، وان شاء الله محمد ما عاد يسوي حركات، هو باذن الله. ربنا يخليك يا ربنا يخليك. طب اسمع من انه بتوع بالله عليك، جولتك جميله وانت جميل وما يشبعش من قعدتك. الله يرحمه، الله ما يشبع من قعدتك. ربنا يبارك الله يطول عمر سخائنا ويوفقك في حق هذا اليوم، يمتعك بالصحه والعافيه. الحمد لله، يحفظك من كل الشر، وربنا يحفظ فيك الناس اللي عندك، يحفظك يا ابني ويوسع رزقك ويخلي الداعمين بتوعك ويسعد قلبك. اللهم ما يسعد قلبك. اللهم امين وياك يا خاله، ادعي لي وادعي لي يا خاله، ادعي لي الله يحفظك. بندعي لكم كلكم والله، ادعي لكم كلكم من قلبي. وادعي زاد الناس المتابعين هنا بعد، ادعي لهم بس شويه. ربنا يخليهم يا رب، تخليهم ويسعد قلوبهم ووسع رزقهم. امين. ويجعلهم يدوا والخير يرجع لهم تاني هواه واكتر. امين. يدوا كده والخير يرجع تاني لهم. يسلم يا رب، خيرهم يكتر كده ويخليهم، اللهم ويجعل لهم نور على نور في الدنيا وفي الاخره، يجعل كل واحد داعم كبير يجعل له قصر كبير في الدنيا ويجعل له قصر كبير في الجنه. امين يا رب. انا سعيده بكم جدا 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 جدا. والله بيك وبكل الداعمين سعيده بكم. وادعي لواحد مهاجر اسمه مبارك، مبارك ادعي له. ربنا يجازيك كل خير، ربنا يجازيك كل خير. ان شاء الله على راسي، اقول لكم على راسي. انت ابني، الله يطول عمرك يا خاله، الله يطول عمرك ويصلح. الله يخليك يا ابني، يا مرحبا. الله يخليك، عشان ما ابقى انت اسمك ايه؟ اسمه سعد. يا سعد لما اصور لك تاني بقى تعالى. هو اللي بعت لنا والله. تمام، وشوف حاجه حلوه قوي. هو اللي بعت يعني، هي ما بتقول لك هنا، ما بتقول لك جوله يعني، جوله يعني تيجي تلعب معايا، فهمتني؟ ايوه باذن الله يا خاله على خير. هو اللي بعت لي. الله يخليك يا ابني، الله يخليك يا سعد، ويكثر من امثالك والناس كلها تحبك وتريدك. الله يرحمك. اي خدمه، اي خدمه والله، تتصل على ربي. اي خدمه، الله ويسعدكم ان شاء الله. الله يحفظك يا ابني، الله يحفظكم يا خاله. انت على راسنا والله، انت على راسي، انت على راسي. يا مرحبا يا احلى يا أهل. الله يسعدس، الله يسعدس. الله يطول بعمره ان شاء الله ويسعدكم.
ارهب. حسن كيف حالك؟ طيب انت طيب، ايش حالك؟ الله يطول في الجامعة. انا يا طويل العمر في المستشفى جاك تسلم. الله يطول عمرك. وش حالك انت طيب؟ يلا حيا. الله يطول، وش عندك سلامات؟ لا والله ما بالله عيون وفقر دم ما فقر دم والله. الله لك انت. انا واختي جاك تسلم. الله يجعلكم في سفر، هو يجعلكم ما ترون باص. يا لا مكتوب. يلا حيا. الله يبيك علومك يا شيخ. والله طيب ان دامك طيب. الله يجعلك في ستر وعافية ان شاء الله. امورك زينة لعلك طيب. والله طيب ان جاك طيب. وش حالك انسك طيب؟ عبد الله يدهسها. يا سلام عليك. والله زينة يا حبيبي. امورك زينة. وش حالك عدسك طيب؟ في بيشة ولا؟ اي والله في بيشة يا حبيبي. وكيف اجواكم يا بيشة؟ عاد امطار دحين قاعد يصبنا امطار وما شاء الله تبارك الله. عاد الوالد كان يصلح بين سبيعه هناك، سبيعه الغالبه ومعهم. ونعم يلا حيد الله طول عمرك يا شيخ. شو اسمه عندك انك تعلق؟ اي والنت بيعلق وبنزل والله. الجوال 17% معي، لكن كنت بتطول في البث فاجيك بعود لك. انا خشم حجزك، لكن عندي طلب وحيد جاك تسلم. لبيك الله يلبيك. ودي انك ترد لي الانتهاء بعد انا يبطل الامر، وودي انك تقبل اضافه في السماء بس على خشمي. تم معي اضافتك، ردتك اضافه لي وارسل لي اسلام وابشر. ابيض وجهي يعني قد قال ابو حاج وسوى نفس الطريق، قال ارسل لي سنابك وارسلت له ما عاد رد. ما 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 رد لك. ما عاد رد. اورنس اورنس عبد العزيز كذلك، ممكن عنده عذر ولا عنده شيء. ابد ابد على خشمي على خشمي. تندر يسر عليك وحفظك. الله يحفظ الوجه. الله يحفظ الوجه. يا مرحبا. وليه ما كنت تجبل مني؟ ها فلح مشينا. يكرم عن الزرع تبوك. اسمع غراضك بقى شيء شقة تبغى؟ خلاص انا بروح الشقة. تعال انا ابي امشي. تعال باقي يا كرم عن الزلات وترب الوفا واهل الكرم ولي لهم جميل. دقيقة. يا كرم عن الزلات وفا واهل لهم بدر وشيمه والمواقف كلها والمواقف كلها. يا كرم عن الزلات وتبل وهوى الشيم واللي لهم كتر الوشيم والمواقف كلها. يا ابو علي وينك ترانا في المواقف نتحد واللي لهم
فشان الواقف والواقف كلها نعم الوفاء والطيب والله زلعت بين المعتدل واحذر بين اللي كلها ذي كلها السلام عليكم. المواقف والتحد علق عشان اللفت يا اخوان. دحين مزبوط. اسمع علمتكم طيب ظلل تعانوا كيف التضري زبط يا مرحبا وهلينا بلي المواقف من تحت لا لا تضليل نظامي يا اخواني نظامي شكرا يا سيري في أغنية صباحية جديدة حصرية 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 جاهزين تسمعونها أحلى ناس أحلى أشخاص تستاهلون إهداء من سعد علي لأحسن ناس ما ودك شوفها تطلع ولو الأغنية هذه تجيبك مواقف مفرحة تجيبك مواقف محزنة كل شيء كل شيء وقف عندها انهض يا عوسو انهض يا عوسو اهدا إلا مرحب هلا 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 يا مرحبا هلا 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 يا ميا يا فنان هلا 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 يا قبل 2 شهر كله هلا الله يسعدك ويطول عمرك يا مرحبا السما ترحب والارض والقاع ترحب
ارحب والله يا وجه السعد يا سعد. تسلم تسلم تسلم. ارحب 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 شال حلا شال زي شال جمال شال انتك. شوف الرقصة شوف الرقصة. انا متأكد ان سعد عدد كم عدد الاناث موجود على وجه الارض؟ 4 مليار صح؟ 3 مليار 999 مليون هذول كلهم ما يبون سعد. واحدة واحدة متخلفة تبي سعد. انا واضح واضح صح؟ الله يا ربي يكرم. لازم يعذرب يا حبيبي روحي. هلا يا روحي هلا كيفك؟ شلونك يا سعد؟ رايح علومك رايح يعني نحتسي قهوة الصباح. بعد قهوة الصباح نحتسي نشم ريحة المكاين الصناعية كل شيء. عسى مخلاب شوف فيه الموتر. لا لا مو موت صناعية تصلح وادم موتر واحد الواحد من الجماعة. ايه عسى ما عسى ان شاء الله بعد. اي والله اي والله فنحمد الله ونشكر. لا تقول لك علومك انت شو مسوي؟ والله على ما تحب يا سعد. يقولون سعد سعد فاتح. والله اني استنست ما يطرون اسمك يا سعد. انا اخر مره الله يرحم ابوك جعلني في دا وجهك. لاني اخر مره والله ذاك اليوم بكيتك فودي حرام الله العظيم. انزل الصوره ويشوفونها الف ابيك ملك الميلاد. والله اني ذاك اليوم بكيتك وشايل همك من ذاك اليوم. كل ما حط راسي على المخده اتذكر اللي وقعي فيك ذاك اليوم اقول انا ايش براي يا رجل. انت بكي حد انت؟ انت خلط حد انت؟ سعد انت ايش براي على سعد؟ انا ليش سويت فيك كذا سعد؟ خبط حد انت ولا تبكي احد؟ ولكم ميرال ولكم ايش؟ ها انت خبط احد ولا تبكي احد؟ للاسف من اجمل ما غنى خالد عبد الرحمن. شوف ولكم ولكم ميرال ولكم ميرال مطاير مجروح الزمن وش تبين ما بدا لا يسوى الثمن وش تبين. يلا حبيبي جاهز؟ انت بيها جولة او جولتين؟ ولكم الارجين جولتين جولتين بسم الله. نعم جاهزين. اعطيك ميوت يا ساعد انا اني مستحيل فوق جهاز الهاج وغنابه مزنيتم سوان نقدر ها تكبيس وشير ومبسط وكل حاجه. لا يبقى احد لا يبقى احد. اوكي ابو علي مستانس معي فرحان اني انا اخوك. بالله ما انت فرحان قوته لما تكون صادق. انت ابي الرجال يا عارك انزلها مكتب وانا راشد انزلها مكتب وانا راشد. ابك حنا تعرف من حنا تعرف من احنا قلنا ما اعرف من انت تعرف من حنا حنا جنود المملكه اطال وسط المعركه سوالف فبرك الدبل يا اخوان الدبل تقدروا يا سلام عليكم يا سلام عليكم يا سلام عليكم. باقي شيء بسيط باقي شيء بسيط يا سلام عليكم. برافو برافو يا سلام يا سلام. الله أكبر
لا لا ما عليك نقدر 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 دار عز من كلام الشرابي دار حاتم كيف يا ما شاء الله انت نعم نعم خلاص اضرب علي نعم 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 تبي هذا خلاص اضرب علي ها يا احنا ما نسول اسمع اسمع السامرية يعني تذبح وطق وطيرة اللي بعدها الجولة اللي بعدها يقول سلام زكاة رحيمة ها 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 يا سعد شلونك ما صار انا انتجي عندي هنا انا اضرب امشي كيف ابلع من العميوت يا رجال داعم اللي يضبط الموقع كامل واحد ما في غير يقول لا خل الدوادي خلها حنا على الجنبه ومرقها عسير ومسح الرضان ما يصل ومسح الرضان ما يصل ما هذه اللي خلتوا يفوز اخوان تعطونها امل في الحياه بيض الله وجهك ما قصرت هم بيقولون لهم تضربون ضربة واحدة هتضربون هالضربة فهمتوا فهمت حركاتكم هذه يا إخواني سعد وشو نتغير شيء فيك وشو هو يسمعني هو أيوه اسمعك اسمعك يا أخي على حركات يا أخي نتغير شيء بكت وشو ما يبي يلطمونك ضربة واحدة لا يبون يعطونك أمل شوي بعد يلطمونك من يلطمونك خلك من الجوال حلق يعني نسوي شيء أنت بوجهك اليوم حلق سو شيء نور وجهك استاذ الله ينور نور الايمان نحمد الله ونشكره تارك الدخان يدخن بطل يا صوتك ملعب اي تارك تارك الدخان نور وجهه ما شاء الله تستقيم سوي فيلر تعقب هذه لاشكالك يا رخم الله يسامحك شلون يا دار جاك يسبني وانا ما قلت شيء يا جماعه اي 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 يسبك اي وي شلون غلط علي وانا ساكت وانا محترم اي اي هذا يرضيك بدار جاك اي إيه؟ ولا عشان احتياجات خاصة تركينا ما تقولوا له شيء شو السالفة قولوا لي السالفة صدق اللي تكلمت عليكم يا اخواني يلطخ وجهه وينظف ويسوي ويسوي عندي مو فوت من هذا هذا هو اللي يجيك تروش من عيد العيد يقول لك هذا هو لا لا غلط غلط مو كذا ما قلت تروش هذا هو هذا هو ريحة راس قصص دوا رح دوا شو يدخل قدام البيت شو يدخل قدام البيت يا أخي غلط يا أخي وين يدخل قدام البيت وين دخل وين دخل من الأشكال هذه أقسم بالله عيلة فالت أقسم بيات الله فالت خالت سامح سامح المجاوب نور عيوني أنت بيك إيه تعال الحين بتسوداد ولبلبه هذا هو سعد انضربت بكى وقلت له لبيه بكى شو سوي شو سوي بكى انت جيته بالطيب وانت دقيت وجهه انا بكى شو سوي تعقب 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 والله يا تعبد والله انك تعقب 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 ايش فاكر خلاص كلها مره واحده ما لازم ندب ايش فيك
لا انا كنت تبين للناس انك متوتر منضغط. عادي يا سعد. عادي هذا اسمع نظارة عمل العوض اللي لابسها هاي. ايه منقر ودك بوحد تنزيغ منقر منقر منقر. ايه كل شيء عندك ما شاء كويس زي النظارة تقصد ودك بزيها. رمال أمانة إيش الدب؟ أكفى شو أهم شباب إيش؟ أمانة أنت دبيت صح؟ ما سمعت يعني؟ لا والله ما سمعت. يا أخوان تدري اللي يعطيها من المجال أنا قاعد يتكلم وإني أعطيه مجال يسولف. يا أخوان هذا أعتبره مثل ولي، هذا لطيف يا أخوان. ما أقدر أقسى عليه، ما أقدر أقسى عليه. أنا عامل محمد خويا، ما أقدر أقول له شيء. شوفون لطافة في وجهه، ما أقدر أقسى عليه. حتى لو يسوي ما يسوي إيش أسوي؟ بدو أخوي يصير مثل ولي. هذا من هو من اللي خازم دائم؟ ما أقدر أنا، بس أنا اللي خازم دائم. هو يرتع في الناس كله زين يضغطهم، لكن يجي هنا أبكي كل يوم. عمرك شفت أبو يكسى على ورقة؟ خليه ثاني يا سعد، صار ردودك ماش مش بتروبل يا ورد كذا. سعد صاير انت مركز اليوم، ايش فيك انت؟ انا اي لبيك يا ولدي عامر. سم هاي يا بابا، يا عيون بابا انت. سم لبيو كيف حالك يا بابا؟ كويس بابا؟ الحمد لله. ايه عندي بولي بابا. عبت عمرك هندي. يا ربي يا كريم لا ترضى عنا قالت عمرنا يا ربي. ابد ناقص المفرق بس. اوه ابو علي تولت هنتك تكفى يا عبد الله. اظن يروحون بكون تبال بقاله. تكفى يا اخو اريحون بكون تبال بقاله. يا رجل ياسا طلقني معلق. انزل خذ لك قلت في اللمة. أبكر لي توم مفطر يا خالد، عرفت الشعور هذاك؟ اللي معك منه معك أحد أنت؟ ما لك شغل. أرحب يا نون. هلا 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 بنافع. أرحب 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 خالد. أرحب يا حبيبي لك منور الشيخ. أسلم أبى أسألك سؤال. ها جدي أوصف الحياة بكلمة. سعد خالد طردني من بثه. ول 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 وقف. ليه؟ من هو اللي يتكلم هذا؟ في واحد هنا يقول سعد خالد طردني من بثه. ما ترد هذا. من هو؟ شو اسمه؟ ذبيت على خشمه قلت شيء حاجة. شو اسمه هذا؟ شو اسمه؟ اسمه عبد العزيز. لا مستحيل عيال ما طرده أنا. في مشوين واحد اسمه بدر خلف. طردت انا. قال لك انا كنت حامي عن اشكال بدر خلف علمني. لا هذا اسمه عبد العزيز. ها قل لي كان هو هذا هو بدر خلف او علمني عشان اعرف شو وضعك انت يا سعد. لا هذا اسمه عبد العزيز. هذا اسمه بدر خلف طردت انا قبل شوي يعني بثي. دقيق حاط صوت بدر خلف ويقول مسمي نفسه بدر خلف. يتكلم عبد العزيز الله يرحمه. يتكلم شوين هو اسمه بدر خلف. كانك يا سعد دافع وتحامى عن بدر علمني. قل لي والله قل لي انا بتقبل ما بتناقش معك. ما عندي مشكله. انت تجمع عند بدر خلاص. انا اتكلم عن عبد العزيز. انا ما اعرف عبد العزيز. ما في مطرود عبد العزيز مستحيل. اعرف ولا مشتب اصلا. غلط الكلام هذا يا خالد. ما في ولا احد. غلط. ما في. انا طارد عبد الملك فقط بس. عبد الملك من اليوم يكرر كلام فقط. وش انت مسوي انت يا عبد العزيز؟ ما طردتك من الشيفين عبدك يا ولد. امسك دوامي بيبدا يا والله بمشي انا بقفل دوامي.
صدق. ارحب. لا شلعان، هلا هلا منور يا ليفل 22، اسلم. هلا ارحب وفهد، ارحب. ما في خلي تبري. اي والله بقفل دوامي والرجال نزل، فقولوا له خالد يسلم عليك، يقول هذا سعد سم. انا راح الوقت هو، شوف الساعه 8 جاي الدوام، تبي شيء؟ بقفل والله بثي. والله اي والله دوامي يا سعد. يلا ابدا بتمتم الشيخ، انت متابعين الله يحفظ الوجه ودعك رب. ننتبع كلام النور مالك. شو مرة جلدي والله ابطا عبد الله. جاي السلام عليكم. بس زد لك زد لك. الله الله يعطيكم. ودي قال امي علمها. هذا برمي لا بعلي علوم اخبار. عطني 5 ريال بس ولا بدك برمي. هم سلح حمودي يتسرح. اوه اي ايش اسمه؟ اقسم بالله يا اخوان انت ايش تسوي محمد؟ يا الله ترى مدلعته يا رمى مدلع. دلع تدور عليه دلع طلاق يا دلع عند دور عليه محمد خوي اقسم بيات الله انك تعدى مستوى تعدى مستوى حقك انت اي في ذمتنا تعدى وزياده ايش تسوي؟ تاخذ سندويشت وبعدين ما تعطي اياه كذا لا تاخذ طول عمر سلامه انت هبع على الميكرويف يغدي مثل كنا زي البسكوت عرفت ذوق؟ اي في ذمتي وصلنا المرحله دي اقسم بيات الله تعطيه من الجبنه تعطيه من ايش اسمه؟ من مربى ايه متزبطه بحليب متزبطه ب اوه لا نفس الصحن نفس الصحن اللي دائما تعطيني اياه اقسم بيات الله انا نفسه اقسم بالله يا ذاك الصحن انه مع امي من قبل ما اولد انا وصلنا المرحله تدري المرحله انا اللي وصلتها تدري ايش؟ ايش؟ سندويش ساده وجبنه برا المثلثات هذه ايه برا على كيس تابا انت فك السندويش تابا حطها انت العصير ما ادري تلقى مصاص ولا ما تلقى مصاص. لا انت طولت شوي ترى في جبنه تذكر في جبنه وفي بيض وفي حركات عندنا ما لحقت الحركات ايش هو؟ انا ما لحقت الا يا جماعه جبنه مش محمدي غير فرق 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 شاس بسم الله لكن الحمد لله الحمد لله ربي يقدم ذي الاخوان يا ابو علي ها ان شاء الله ربي يقدم ذي الاخوان رياجيل رياجيل حافظين مراجلهم حافظين امورهم حافظين دنياهم حافظين انفسهم والله يحفظه ان شاء الله وانا اخوك والله يحفظ رجع رجع باذن الله ترى يعجبني فيه رجال فيه سمحته وانحواجه ما هي سألتها مرة يا عبد الله ثمانية قلت محمد إن شاء الله إذا كبرت إيش بتصير؟ قال بصير طيارة طيارة؟ أنا أم الولادية يا عبد الله في عجمية ها؟ يقول هذا ما قد أفصح شنو أسود نودي خبيزة؟ ها؟ ولا شو اسمه بيتم
ان شاء الله ان شاء الله يا ولد. وين وين اعطونا اعطونا وين شنو صار وين خلينا نشوف الرجل الخوش معه نشوف حلوم نشوف الرجال نشوف اموره نشوف دنيا ترى احب الناس اللي ايش اسمه اول مره اخش معهم كذا احس كذا يجي سوالف فنانه جزينا بلا تيسير غياب البطل يكثر على الشيخ والرامي على اللي سيبنوها يا من سلامي على قول لي يا سعد علي كويس يا اخي افضلها افضل من مثلا اطلع في الصبح في الرياض ولا في جدة ولا مثلا في الشرقية يا اخواني ما فيها زحمات ولا شيء هناك اول ما تطلع على طول يوم تطلع من عند البيت تطيح في زحمة تقعد ساعة ساعة ونص تكرهك الحياة كلها وتكرهك الطلعة وتكرهك كل شيء صباحيات فنانة يا اخواني جميلة جدا 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 اسمع 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 على جديد الخواجة قاصد اللي وقبيح وما سيد العام يدفعني الشوق وسلم عليل موت اسمعوا يا اخواني صلوا عني بالله ما صلي وسلم على رسول الله انا بروح دحين اطول عمر السلامه بنسحب موت رهينا بنودي الصناعيه ونودي نشوف وش علومه ونشوف وش اموره باذن الله كان خلصت بدري باذن الله نفتح بث ونرجع نفتح بث مره ثانيه ولا نفتح كما بدنا نفتح نفتح لنا في الليل على اخر الليل ان شاء الله باذن الله اي بشوف بشوف ايش احنا عليه لانه قعدنا عند الموتر الحين بون ليلة افضل تم 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 ابد 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 عسى ربي يحفظكم بحفظه ان شاء الله وفينا وفيكم شوفت الله تبول اعماركم والله يحفظكم في اموركم في دراساتكم في دواماتكم في حياتكم والله يفرج همنا وهمكم وييسر امورنا واموركم ويحفظنا ويحفظكم وصلوا على النبي واستغفروا واقربوا الى الله سبحانه وتعالى لا نقول لكم وداعا لكن نلقاكم ان شاء الله وقعدوا في العافية والله يحفظكم بحفظه ودعناكم الله يا شيوخ
أمان الله. بس أودعكم الله عسى ربي يحفظكم بحفظه.